أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والارضين عالم الغيب وشهادة الكبير المتعال المنان ذو الجلال والاكرام ان تصلي على محمد وعلى محمد. اللهم اني اسالك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وبركاتا في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة. اللهم إن كان رزقي في السماء وأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فأقربه وإن كان قريبا فأكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد.